الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذه الشعيرة العظيمة هي التي نالت بها هذه الأمة خيريتها من بين الأمم، أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس خاصا بالمساجد، وإنما في كل مكان. وهذه المناسبة الطيبة، وهي مناسبة زواج أخينا محمد عبد الله على هذه الكريمة الطيبة، نحسبهم والله حسيبهم، هذه المناسبة من المناسبات التي جاء ذكرها في القرآن، فقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهي فترة كما هو معلوم لدى الجميع، فترة تختلف يمر بها الزوجان، تختلف عن بقية حياتهما فيما مضى، وإنما هي نقلة. والله تعالى قال في القرآن: لتركبن طبقا عن طبق، أي حالا بعد حال. وهكذا الإنسان في هذه الحياة الدنيا تمر به أيام ولحظات وهو سعيد، وتمر به أيام ولحظات وهو حزين، ويمضي في سيره إلى الله تعالى، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأصناف الطاعات في وقت الحزن وفي وقت الفرح، حتى يلقى ربه وهو راض عنه فيفوز بالفوز الأعظم الذي قال الله عنه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأنا إن شاء الله بتكلم في ثلاثة محاور، وقد يتعجب الكثيرون من مثل الكلام في مثل هذه المناسبات، يتعجبوا ولك يا مولانا المسألة دي مسألة فرح وما مسألة شنو، موعظة وخطبة والناس زالت تفرح والناس زالت تعمل وتعمل إلى آخره. لذلك اخترت المحور الأول حول مسألة الغناء، لأنه كثير من الأزواج بيبدوا زواج بالغنى، ابدأ العقد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسرعان ما ينقلب الأمر من على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغناء والطرب واللهو إلى آخره. وحكم الغناء في القرآن والسنة معروف، قال الله تعالى في سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: لهو الحديث في هذه الآية هو الغناء، يعني رب العزة والجلال حذر من لهو الحديث، فقال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ولهو الحديث في هذه الآية هو الغناء كما قال ابن كثير رحمه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون، يعني شيء حرام وهم حللوه، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، أي أنهم يفعلون هذه الأفعال ويقومون بها
وقد حرمها الله تعالى: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. شكي الأئمة الأربعة. الإمام مالك سئل عن الغناء فأجاب بعدم الغناء، فقيل له: في المدينة أقوام يغنون، قال: إنما يفعله عندنا الفساق. وسئل الشافعي رحمه الله قال عن المسمع بجاريتي، هل بيقول لي جاريت تغني للنازل؟ قال: ديوث ترد شهادته. وسئل الأحناف عن الغناء أو قالوا: الغناء الاستماع له كفر فسق، والتلذذ به كفر، والمقصود كفر النعمة. الاستماع للغناء فسق، خروج عن طاعة الله، والتلذذ به كفر. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله قال عن الغناء: ينبت النفاق في القلب. وفعلا تجي الفنانين، الواحد اتزوج اي يجيب له فنان، انا ما قصدي المناسبة دي، ما بدت بخير الحمد لله، يجيب له فنان يلم الأولاد والبنات والرجال والنساء. هسي الحمد لله الرجال بيجاي والنساء شنو بيغادي وبيسمعوا، في واحدين بيسمعوا، بعدين يلمهم بنات متبرجات وشباب كيف كيف، وبعد ذاك يبدأ يكضب لهم الفنان، يكضب لهم والجماعة متكيفين، ويا ريس وقف المركب خلي الشباب يركب، دار يغرقهم معه في البحر بتاعه، بعدين بيغادي. والله الذي لا إله غيره. ومصايب كثيرة شغالة في البلد دي، وباسم الفرح والغناء يجيبوا الفنانين والشباب متكيفين، تلقاهم تشغل القرآن بتضايقوا، لك يا مولانا أرخي الصوت شوية، تقول ده الرغية، تشغل محاضرة بتضايق، ولك أها بديتوا لنا بكلام، بعد شوية بتقلبوا داعش انتوا شوية شوية، مما يشوف علامة الجودة بتاعتك بلاوز منك، ولك أها بدقي اندجه الليلة جابوا شنو ما جابوا غدروا بيجاي. والموضوع ده طويل جدا، فلذلك هؤلاء يخدعون الرجال والنساء، والنساء إذن يرتدين ثياب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، في صحيح مسلم: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. نحن والله خايفين على الناس، ودارين نذكر الناس. الرسالة الثانية والمحور الثاني: لماذا يلعب هؤلاء الناس اللي بيسمعوا الغنى والحفلات والأشياء دي، ليه بيعملوا الكلام ده؟ السبب لأنهم يريدون الراحة، نازل فاقدين شيء، تسأل الشاب تقول ليه انت مالك؟ لك والله في ضيق بس في القلب، شكي ماشين نفرق شوية. تسأل البيت والمرأة ليه انت بتعملي كذي؟ ولك والله في ضيق دارين نفرق شوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: في القلب خلة لا يملأها إلا ذكر الله. أي قلب في الدنيا دي فيه محل فاضية؟ المحل دي ما بيملأ إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ورب العزة والجلال لما ابتلى آدم وحواء ونزلا إلى الأرض، قال الله تعالى: قال اهبطا منها جميعا. عليك الله، اسمعوا الكلام ده يا ناس، اسمعوا والله دي فائدة لكم. النازلة فماشة وجاية، وبعدين رب العزة والجلال قال:
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. والله في غفلة إلا من رحم الله. والدليل على أنه في غفلة أكثر الناس في طول أمل. تقول لي الموت كيف؟ والموت 200 ولك الصحة تمام والأمور كويسة، أصبر شوية نتم 70-80 بعد ذاك بنشوف الحاصل شنو. إن قال له أسمع لك الموت إن جاء داخل ترضى تقابل الله بالحال دي؟ لك لا 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 دون مهلة شوية. فأنا ماذا أشتت الموضوع، نرجع مرة أخرى. رب العزة والجلال قال: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. اللي بيتبع الدين والحق فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. أهو في المقابل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والله يعني تلقاه زهجان من الصباح، تقول له زهجان مالك مفلس؟ لك لا القروش راقدة. عيان؟ لك لا لا ما في عيان. ما متزوج؟ ولك متزوج. ما في أولاد؟ فيها أولاد. مأجر؟ لك لا لا البيت ملك. ما في عربية؟ في عربية. طيب زهجان مالك؟ عيان؟ لا لا ما عيان. طيب في شنو؟ لك والله في ضيق بس، لكن سببه شنو ما عارفين. بعد شوية يحاول يتخذ أسبابا لا علاقة لها بهذا الأمر. واحدين كشتينا، واحدين ضمنا، واحدين ماسكين الموبايل الساعات الطوال يشخد بيجاي ويجيبوا بيغادي، واحدين تانين فيسبوك واتساب، ايه واحدين ده شغال بيجاي يسمع ودموعه سائلة. تقول له بتبكي مالك؟ لك والله الفنان ده بشلم حلات جوا. بعد شوية واحد ثالث يغش في البنات: سلام عليكم، كيف يا سوسو؟ إن شاء الله تمام. معاك حمودي؟ يا زول في سوسة في القبر قدام، عمل حسابك الموضوع ده خطير، ما تغش بنات المسلمين. واحدات نسوان قايلين بيرتاحوا باللبس، واحدة تلبس لبس تحيرك مرة واحدة. أنا مشيت جامعة اسمها أم درمان الأهلية، بتعرفوها؟ بعدين مشيت لقيت جوا الشغلة بناطلين كلها، أرفع فوق القراص فيه طرحة والقراص ما فيه طرحة، تحت كله بناطلين. قلت الحاصل شنو يا ناس؟ جابنا هنا ذاته. المهم بعد شوية مرقت، قلت نسأل الله العافية. مارق في الطريق لقيت البيت بتفلك في الولد بالحجار. وانت عارف السبب شنو؟ السبب الاختلاط. واحد من علماء النفس، سمعت واحد بيتكلم قال كثرت الاختلاط، دي في الرسالة الثانية، انه في ناس فاقدين اشياء معينة. قال كثرت الاختلاط، قال 25% من الصفات بتتناقل بيناتهم. يعني الولد بتجيه 25 من صفات البت، والبت بيجيها 25 من الصفات في الولد. وده ملاحظ، تلقى البيت لابس بنطلون والولد لابس سلسل، وتلقى البيت بتفلق والولد بيسوي كريمات في الشعر، مصايب كثيرة، ويلبس غويشة حاجة كذي زي الصاح مكتوب فيها صاح وما صاح، تلقى لابسها، ومصايب كثيرة واقعين فيها. فهؤلاء فقدوا أشياء. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ما بيرتاح. ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. الرسالة الثالثة والأخيرة إلى الزوجين وإلى جميع الآباء والأمهات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الزول راعي في بيته الرجل، وهو مسؤول عن رعيته يوم القيامة. الأولاد ربيتهم على شنو؟ لما انت تشغل القنوات والبيت والولد يحضر المسلسل
وانت مسؤول يوم القيامة. والبت تلبس اللبس الفاضح، انت مسؤول. يا اخي في مرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرأة كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سوداء، أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أسرع. ودي رسالة للنساء، اسمعوا الكلام ده مفيد جدا لهم. المرأة قالت: إني أسرع، فادعوا الله لي، فادعوا الله لا أسرع. قال: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: بل أصبر وكتصلوا فيها جنة. أي صرع حارة لكن صعبة، لكن أخير أصبر وبعدين في جنة. قالت: إذن أصبر. ثم جاءت فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليك الله، شوف المرأة دي صادقة وتخاف الله سبحانه وتعالى وتعظم الله. قالت: إني إذا صرعت أتكشف. قالت له: لما تجيني الصرعة جسمي بيتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. مع إنه الله في القرآن قال سبحانه وتعالى: ليس على المريض حرج، يعني لما تصرع جسمها بيتكشف، وما عليها ذنب ولا كيف؟ ما عليها أي ذنب، لكن برضو ما دارت تتكشف. قالت: فادعوا الله لي ألا أتكشف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قالت له: الصرعة دي وكنت بتدخلني الجنة الصبر عليها بصبر، لكن كمان أنا بتكشف، أدعو لي الله ما أتكشف. فدعا لها. فأخذ من هذا الحديث حرص الصحابيات على الستر حتى مع العذر، يعني معذورة وبعد ما دارت تتكشف. اي بس اللي بتبرج ديل عندها صرعة، ديل اللافات، واحد تشوفها لابسة لبس عجيب مرة واحدة، دي عندها صرعة، دي ما عندها صرعة ولا عندها اي عذر، وهي مسؤولة امام الله سبحانه وتعالى. فالذي يريد السعادة عليه بطاعة الله والتوبة والرجوع إلى ربه سبحانه وتعالى. وعلى الوالدين إحسان تربية الأبناء. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وده من البداية من اختيار الزوجة، اختار زوجة صالحة بعدين تربي لك أولادك. والله بعد ذاك الأمر الثاني، أنت والزوجة تتعاونوا على البر والتقوى، تعلمنا العقيدة ابتداء، مش تخليون لكثير من أهالينا الليلة الطفل السفنجة مقلوبة يقول له: صلحها صلحها ما تقلبها علينا، يخافوا من أي شيء حتى من السفنجة. السن تنكسر يقول له: أي دع، أقولي الشمس دار سن شنو ودي سن شنو، يا ناس في شمس عندها سنون ده بجنبها، إن جات كتاحة يلاوزوا. الطفل من صغير يخوفوه، بيجيك البعات وبيجيك، تربيهم على الطاعة وعلى توحيد الله وعلى العقيدة الصحيحة. قال النبي، أختم بهذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في الترمذي من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما أو ذات يوم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، دار أعلمك كلمات استفيد منها، احفظ الله يحفظك، احفظ الله في السمع والبصر وفي الحدود في الأوامر وفي النواهي، تفعل الأوامر تجتنب النواهي وتقف عند الحدود، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله في الرخاب تلقاك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله. قال لي: يا غلام لما تجي كربة ما تنادي غير الله، تنادي الله بس سبحانه وتعالى. دي التربية الصحيحة، وأي والد ما يربي ولده التربية دي قصر فيه، والله الذي لا إله غيره. اتخرج تخرج وبقى دكتور ومهندس وخلاص خلاه، دي الكفار بيعرفوا ليها، لكن علموا العقيدة، وريه يتوكل على الله ويعتمد على الله، ما يعلق تمايم، ما ينادي زول مات، ما ينادي زول غايب،
عقيدته تكون في الله صحيحة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبارك للزوجين وأن يبارك لأهلهما وأن يبارك في هذا المجلس وفي أهله رجالا ونساء، وأن يجنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.